اللي كنت بقوله على سبيل الدعابه يعني في الاول، انه كابتن طارق العاشي لما يدرب فرقه فانت كده مش هيجي لك حاجه على الجول، هل ده بتحطه في اعتباراتك ان هو راجل بيهتم جدا بالنواحي الدفاعيه، ما بيبقاش فيه هجمات خطيره، ما بيبقاش فيه مساحات في الظهر، كل الامور دي بالنسبه لك مفيده ان انت ما يبقاش على المرمى بتاعك هجمات خطيره؟ طبعا انا كجون لازم ابقى كمان يعني نقطه ان الكابتن طارق بيعتمد على الحته الدفاعيه وحته الزون دي بشكل كبير، دي ما تخليش الجون برضك مستسلم لل في مأمن يعني، اكيد مش في مأمن، مش مستسلم للطريقه، لان ممكن خطأ من زميل ليا ممكن انا لو مش مركز تبقى في مشكله. صحيح. فدي طريقه بالنسبه لحارس المرمى طريقه يعني حارس المرمى يرتاح لها بشكل كبير، لان اللي جايه له بنسبه كبيره ممكن تبقى ميته، مش زي ما تبقى جايه صريحه. طبعا الطريقه مش زي ما الناس فاهمه ان الكابتن طارق بيلعب على الحته الدفاعيه بس، بالعكس احنا بنلعب على الكونتر اتاك وبتلعب على هجمات مرتده والكره معانا بنهاجم، فانت والكره مش معاك خلاص احنا كلنا بننزل تحت الكوره، دي طبيعه شغل عند كابتن طارق. ان دلوقتي الكوره في العالم كده، انت لو مش معاك الكوره حتى في احسن فريق في العالم اللعيبه كلها بتبقى تحت الكوره، هتشوفوا الكرة معانا هتلاقي لا عندنا شكل هجومي بشكل كويس، بنتمرن على بشكل كبير على الكرة الهجومية مش دفاعية بس، فإن شاء الله دي تبقى ماشية مع دي ونقدم نتائج كويسة. طيب عظيم جدا.